خليني برضو واحنا بنتكلم على الاحتفالات نحتفل مع فريق ووتر بولو النادي الاهلي اللي حقق بطولتين السنه دي، واختتامهم امبارح بالفوز ببطوله الدوري بعد ما فاز على نادي الشمس بنتيجه كبيره اعتقد 16-6، وكان من فتره مش بعيده محقق بطوله الكاس. احتفالات للنادي الاهلي الحقيقه بالبطولات يوم بعد يوم، كل الرياضات كل القطاعات مبروك رجاله الووتر بولو، مبروك الحقيقه لكل القائمين على النشاط الرياضي والرياضات المائيه في النادي الاهلي. فرحه كبيره جدا، اعتقد انها كمان اللي مخليها زايده شويه انها بعد غياب فتره طويله، ونتمنى ان شاء الله مزيد من الالقاب والنجاحات. تعالوا نشوف احتفالات الاهلي بفوزه وتتويج فريق الووتر بولو ببطوله الدوري، ونروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا. الحمد لله تعبنا قوي السنه دي، احنا كل مره بنتمرن وبنعمل اللي علينا وبنطلع مجهود اكتر حاجه ممكن نطلعها في السنين كلها. طبعا دي كانت حاجه صعبه بالنسبه لنا، احنا الدوري بقى له 20 سنه ما دخلش النادي، كنا كل مره بنتعب وكل مره بنطلع اللي عندنا، بس برضو بيبقى في عندنا شويه حاجات بيبقى لازم نصلحها ولازم نشتغل عليها. الحمد لله السنه دي اكتر سنه تعبنا فيها واكتر سنه قدرنا نغطي كل العيوب اللي عندنا، والحمد لله ربنا كرمنا يعني بالدوري السنه دي. خلال السنين اللي فاتت انا بقى لي 9 سنين بلعب في فيرست تيم، في السنين اللي فاتت احنا وصلنا تقريبا في ال9 سنين دول 7 أو 8 فاينلز للدوري، بيبقى فاضل لنا ماتش واحد وناخد الدوري، بس الحمد لله يعني ربنا ما بيقردش يعني ما بيحصلش، فاحنا بنقدر نشتغل على كل الحاجات اللي احنا غلطنا فيها في الماتشات دي. الماتشات دي بتبقى محتاجه طبعا استابيليتي عاليه قوي يعني، ولازم تبقى الواحد عنده فوكس ان هو عايز يكسب الدوري وما يفكرش في اي حاجه تانية، فاحنا الحمد لله قدرنا نشتغل على الحته دي. طبعا البلاي اوف عامه هو الفتره اللي بتاعت الفاينلز هي كانت اصعب فتره، احنا ابتدينا واحده واحده نطلع بالكيرف واحده واحده، لعبنا الشمس لعبنا ليوبلس على ارضها والجزيره على ارضها، الحمد لله كسبنا الماتشين دول. ماتش الجزيره اللي كان عندنا من يومين بالظبط كان ماتش مهم جدا، الحمد لله ربنا وفقنا، كنا دايما طول الماتش يعني يمكن خسرانين فرق جون، بس الحمد لله قدرنا في اخر الماتش ان احنا نعوض وقدرنا ان احنا يعني نركب على جدول الدوري. والنهارده الحمد لله كان ماتش الحسم يعني، الحمد لله كان محتاجين نقطه من البلاي اوف الاخير، والحمد لله النهارده كسبنا الشمس والحمد لله اللقب رسميا في النادي الاهلي، الحمد لله الدوري في النادي الاهلي. طبعا كانت سنه مليئه بالصعوبات الرهيبه، عندنا منافسه جامده جدا مع ناديين اصحاب تاريخ رهيب هليوبلس والجزيره، انديه بقى لها على السنين على مدار 20 سنه هي اللي بتاخد الدوري، احنا بقى الدوري غايب عننا من سنه 2003 بقى له 20 سنه، فكان مجهود فظيع من الجهاز الاداري والجهاز الفني لان احنا نوصل بمعدل الاعمار ده، احنا ننزل معدل الاعمار من الفرقه اللي 26 و25 سنه ونقدر ننافس بيهم على بطوله، والحمد لله ربنا كرمنا السنه دي خدنا دوري وكاس بدون هزيمه، زائد ان احنا خدنا بطوله 20 سنه كمان مع مراحل في الناشئين كويسه، فده بيثبت قد ايه الاداره كانت واقفه في ظهرنا ومدعمانا جامد جدا، والحمد لله بتوفيق ربنا طبعا في الاول وفي الاخر واللعيبه يعني الحمد لله رب العالمين. النادي مش سايب لنا حاجه يعني بجد والله، مش عشان انا بلعب في النادي من وانا صغير او انا مدرب في النادي، بس فعلا النادي مش سايب لنا حاجه، ما بين معد بدني ومعد نفسي ومعد طبي وغذائي للفرقه كلها مع مدربين على اعلى مستوى كابتن وليد عزت والتيم اللي معاه كله، فالجهاز الاداري بالنادي مش سايب لنا ثغره يعني، كان بيقول لنا من الاخر كده ما قدامكوش اي مبرر، فتفضلوا بقى هاتوا لنا البطوله اللي غايبه بقى لها كتير، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين يعني. الجهاز كله كان واقف ورانا، هم طبعا مروا بكل الظروف اللي فاتت اللي خلتهم ان هم ما يقدروش يحققوا الدوري، بس هم نبهونا بكل حاجه ممكنه، واحنا الحمد لله ودعموا الفريق برضه، وهم لحد دلوقتي يعني واقفين في ظهرنا يعني الحمد لله، وقالوا لنا على كل حاجه، هم ادونا كل حاجه الخلاصه واحنا الحمد لله ماشيين وراهم وعرفنا نجيب البطوله يعني الحمد لله. بشكر كل الناس والله العظيم اللي وقفت معانا، والناس اللي ما كانتش بتفوت ماتش سواء كان جامد او مش جامد في الاول او في الاخر، لا كل الناس موجوده دي من الاول يعني، دولت مش اول مره يجوا النهارده، لا هم كانوا موجودين من الاول، فبشكرهم طبعا كلهم واولهم ابويا.